وأتيت الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. من أعمال الخير في رمضان الصدقة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ولا يسأل شيئا إلا أعطاه. وهذا ما نلاحظه يعني من بركات رمضان أيضا، أن أهل الخير وأهل اليسار يعني جزاهم الله خيرا يجتهدون جدا في إطعام الفقراء وتفطير الصائمين وأعمال الخير المعروفة، فهذا مما يحمد وينبغي أن يشجعوا عليه. لأن بعض الناس بيتكلم على موائد رمضان بطريقة بحيث ترتبط موائد رمضان بأن دي رياء وسمعة. لا أبدا، الأصل في المسلم حسن الظن به، أنه يريد بذلك وجه الله عز وجل. فأعتقد هذه من السنن الحسنة، وهي يعني فيها بر وإحسان للصائمين عموما، لأن مش شرط اللي بيفطر فيها بيكون فقيرا، واضح؟ ولذلك ما ينفعش واحد يطلع زكاته في موائد موائد الرحمن، ما تطلعش الزكاة في موائد الرحمن، طلع صدقات عادية، إلا إذا كنت متأكد إن يعني إن هذا سيصل مستحقا، إن شيء من أموال الزكاة أو كذا تصل لمن يستحقها. لكن تضع أموال من غير ما تعرف رايحة لمين، وممكن الصائمين ما يكونوا فقراء، الناس اللي يفطرون أحيانا لا يكون فقيرا مستحقا للزكاة. وليس معنى هذا عدم الايه البذل في هذا الباب العظيم من أبواب يعني الخير. فهذا باب من أبواب الخير، وشجع الناس عليه، ولا داعي دايما لتصوير الناس اللي بتعمل موائد الرحمن بحيث ارتبط كده ارتباط شرطي عند الناس ان موائد الرحمن دي بتاعة الناس اللي هي مرائية او الناس التي تريد السمعة ونحو ذلك. لا ابدا اطلاقا، الاصل حسن الظن بالمسلم، الاصل ان ترى المسلم دائما اي مسلم هو افضل منك واقرب الى الله منك. اي نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: افضل الصدقة صدقة في رمضان. ويقول أيضا: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، كان له مثل أجره. فإن عجز عن عشائه فطره على تمرة أو شربة ماء أو لبن ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ويقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. ويستحب طبعا لمن يفطر أو يفطره أخوه أن يدعو له بعد الفراغ من الطعام بالأدعية المعروفة: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم ملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. صلت بالصاد، فحذاري أن تقع أحد بالسين ما بيدعي عليه من التصليط، لا صلت. فالمخارج هنا مهم. اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم.